بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب وطلاب بريبون، توداي ان شاء الله هنبدأ في الجيومتري. ايه اللي احنا هنبدأه؟ والله احنا الجيومتري، تعرف ان انت عندك في الماس في برانشز كتير، في اللي هو الارثماتيك الحساب اللي هو البلس والماينس، في الالجبرا اللي احنا خدناه اللي بيبقى فيه لترز، في الاستاتستيك اللي هي المين والميد والميديان والمود، بيجيب لك فاليوز وبتحسب، بتعمل كالكوليت للمين والميديان والمود، وفي عندنا الجيومتري اللي هي بيبقى فيها رسومات انجلز والكلام ده، واللي احنا هناخده كمان شويه. طيب تعال نشوف كده، هو ليسون 1 ده كله يعتبر فيه ديفينيشنز، وده ممكن يعني اتقل ليسون عندك لان فيه بس معلومات كتير وحاجات سهله عشان هتحتاجها بعد كده. طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ بقول لك الريليشن بتوين الانجلز الاول، بس جايب لك حاجات يعني افهمها بس، ما مش شرط ان انت تحفظها، اعرفها كده سريعا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه عشان تبقى كويس في الجيومتري لازم ان انت تبقى عارف اللاين سيجمنت. ايه هي اللاين سيجمنت؟ والله اللاين سيجمنت من اسمها كده، اللاين الاول عندي بوينت، دي بوينت اللي انا عملتها دي بوينت خلاص، دي بوينت بسميها بقى ايه؟ البوينت دي اسميها بيه اي مكان بسميه سي خلاص، فده بوينت. طب انا لو عندي تو بوينتس وعملت لهم جوين ووصلت لهم يبقى ده اسمها ايه؟ اسمها لاين سيجمنت. فانا ايه اللاين سيجمنت؟ والله اللي هي ديستانس بتوين تو بوينت، ديستانس بتوين ايه؟ تو فيكسد بوينت، يعني انا عندي نقطتين المسافه بينهم نقطتين محددتين، يعني انت عارفهم الديستانس اللي بينهم دي بسميها لاين سيجمنت. طيب بعد كده افرض يا مستر انا جبت لك عندك بعد كده حاجه اسمها ري، ايه هي الري؟ افرض انا مثلا ماسك حبل مثلا، مسكت الحبل من هنا وانت اخدته جريد بيه على طول ما وقفتش، فده اسمه ري. ايه هو الري؟ اللي هي عندك بوينت والبوينت دي انت جيت من عندها وسحبت، مشيت على طول، فضلت ماشي على طول على طول، فده هنا ايه؟ ده تعريف الري. ايه هو الري؟ الري بيقول لك يا لاين سيجمنت اكستندد فروم اونلي وان اوف اتس تيرمينالز، يعني انت سحبتها من جنب واحد من النهايات بتاعتها، سحبتها من جنب واحد، ما يهمنيش الديفينيشن بتاعها لان مش هيجي يسالك على تعريفها. فانت ايه هو الري؟ الري زي ما هو بيقول لك هو لاين سيجمنت معمول له اكستند، سحبه من مكان، يعني انت سحبته من وان اوف اتس ايه اكستندد تيرمينالز، يعني انت سحبته من مكان واحد، هاز نو اند، ملهوش نهايه، وليكن ده مثلا اي بي خلاص، فده الاي بي مسحوب من جنب واحد، ممكن تكون كده سماها مثلا سي دي، فانا هنا بادئ من السي ومشيت الجنب ده على طول. اللاين البوينت كنت بسميها بلتر بحرف، لكن الري بسميه حرفين، فاقوم كاتب كده اي بي واعمل عليه علامته، ماشي الجنب ده فاقوم عامله مثلا سي دي اهو، هو اسمه سي دي خلاص وماشي الجنب ده، فده الري. طب افرض يا مستر اتسحب من الجنبين، فده اسمه ستريت لاين. ايه هو الستريت لاين؟ الستريت لاين دي لاين سيجمنت معمول لها اكستند فروم ايه؟ اتس تو بوث سايدز، يعني سحبتها من الجنبين، ويز نو اند، يعني ما من غير نهايه، فليكن مثلا دي بوينت ايه؟ وهنا البوينت بي، وواحد مثلا جه سحب من هنا كده خلاص وسحب من هنا كده، فتلاقي انت عندك هنا ايه؟ تلاقي عندك هنا مين؟ تو ارض سهمين، فدي اسمها ستريت لاين. ستريت لاين يعني مسحوب من هنا ومسحوب من هنا، الكلام ده انت عارفه من برايمر. طيب انا لما باجي اقيس غالبا بستخدم مين؟ لما اجي اقيس اللينس، اعمل ميجر لللينس، عايز تقيس طول حاجه، فانا اقيس طول اللاين. ليه؟ لان اللاين انا عارف بدايته، عارف بدايته وعارف نهايته، لكن الري، الري انا ما اعرفش نهايته، هو في جنب ماشي على طول فما اقدرش اقيس اجيب اللينس بتاعه. الستريت لاين برضو ما اقدرش اجيب اللينس بتاعه. كل الفكره بس ان هو لما يقول لك اي بي كده واعمل عليه ستريت لاين، فتعرف ان هو معمول له اكستنشن فروم البوث سايدز، مسحوب من الجنبين. سيبك من كل الكلام اللي فات ده وتعالى نشوف عندنا حاجه اسمها الانجل. طب ايه هي الانجل؟ انا لما اقول لك مثلا روح اقف في الانجل في الزاويه، فانت بتعمل ايه؟ والله باجي مثلا في الكورنر، بروح اقف في كورنر، انا عندي الحيطه دي والحيطه دي، فبروح اقف بينهم، ما ينفعش اقف في النص وده الانجل. فانت ايه هي الانجل؟ الانجل هي بتبقى يونيون اوف تو ريز، يعني انت عندك تو لاينز، لاين اهو مثلا ولاين اهو، خلاص عملوا يونيون في بوينت. المكان اللي عملوا فيه يونيون الاتحاد ده اسمه الايه؟ اسمه الري. فانا ايه هي الري؟ الري بتبقى انت عندك لاين اهو واللاين اهو، الاثنين عاملين يونيون، الاثنين لهم تو ذا سيم ستارت بوينت، الاثنين لهم نفس الستارت بوينت. فانا الانجل عشان يبقى عندي انجل لازم يبقى عندي ايه؟ عندي تو لاين، والادفيرجنس الفتحه اللي بينهم هي دي الانجل. فانت بتعرف الانجل منين؟ والله من الفتحه اللي بين الخطين. طب بجيبها ازاي؟ والله بعد كده هتجيب مثلا بروتراكتور منقله خلاص، وهتجيب البروتراكتور بتاعتك وتقيس فتحه مثلا من اول الزيرو، هتشوف ده وصل لغايه كام، الفتحه دي كام، هتعرف يبقى دي الايه؟ الميجر اوف انجل. ده اللي احنا هناخده بعد كده. طيب
سيبك برضو من كل الكلام ده، الليسون ده هتركز فيه على من اول اللي جاي ده. فبقول لك الميجر اوف انجل الاول، الميجر اوف انجل بتجيب الميجر اوف انجل ازاي؟ والله قلنا بنجيب البروتراكتور وتوقف السنتر اوف بروتراكتور وتعمل الميجر من اول الزيرو وتشوف من السايد ده للسايد ده الديفرجنس ده الفتحه دي كام؟ ها؟ فده الميجر اوف انجل. طيب بعد كده مستر عندنا حاجه اسمها التايبز اوف انجلز، انواع الانجل. ايه هي التايبز اوف انجلز؟ والله اول واحده اللي هي الزيرو انجل. الزيرو انجل دي جت منين؟ ان انا يبقى عندي تو لاينز، التو لاينز دول الاثنين مقفولين على بعض مفيش فتحه بينهم، اهو مقفولين على بعض، فده الزيرو انجل. الاثنين مقفولين على بعض، طب لو فتحت كده شويه فدي كده اكيوت، تقعد الاكيوت تكبر 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 لغايه ما تبقى 90 فكده رايت. طيب بعد كده تكبر الفتحه، الديفرجنس اللي بين التو انجلز الفتحه اللي بين الاثنين دول كده عملت اوبتيوس. طب الاوبتيوس دي تقعد تكبر لغايه ما يبقى الاثنين قصاد بعض فكده ستريت. بعد كده الفتحه الديفرجنس ده الفتحه اللي بينهم يكبر فكده بقت ايه؟ ها؟ الستريت لما تكبر تبقى ايه؟ تبقى ريفلكس انجل. فانا تاني عند التايبز اوف انجلز، ايه هي التايبز اوف انجل؟ وليكن زي ايديا الاثنين كده، فدول الاثنين مقفولين على بعض فكده زيرو انجل. بعد كده اكيوت صغيره راسي هي الانجل اهو اكيوت. بعد كده كبرت كده فبقت رايت. بعد كده بقت ايه؟ اوبتيوس. بعد كده ها؟ بقت ستريت الاثنين قصاد بعض. طب لو ما الستريت تكبر تبقى مين؟ 100 تبقى جريتر ذان 180 تبقى هنا اسمها ايه؟ ريفلكس انجل. تاني الزيرو انجلز خلاص، الزيرو انجلز بيبقى الميجر بتاعها زيرو ويبقى التو سايدز بتاعها ار كو انسيدنت. يعني ايه كو انسيدنت؟ الاثنين مقفولين على بعض. طب تكبر شويه تبقى اكيوت خلاص اكيوت صغير. طب تكبر لما الاكيوت توصل ل 90 تبقى ايه؟ رايت واقف عدل. طب بعد كده الرايت لما تكبر شويه تبقى ايه؟ اوبتيوس. طب بعد كده الاوبتيوس هتكبر شويه تبقى مين؟ ستريت، ستريت انجل عامله ستريت لاين وبيبقى الميجر بتاعها 180. يعني لو انت جبت البروتراكتور هتلاقي ان البروتراكتور عامله كام؟ 180 اهو. يعني لو جبت اس اهو هتلاقي ان من اول زيرو لغايه 180. طيب بعد كده عندك الريفلكس انجل. ايه هي الريفلكس انجل؟ الريفلكس بتبقى جريتر ذان 180. طيب واللي بتبقى ليس ذان 360. طب تعالى مستر كده، اول عندي حاجه اسمها ريليشن بتوين الانجلز. ايه هي الريليشن بتوين الانجلز؟ انا عندي الانجل وعندي الريفلكس انجل. طب تعالى كده نحدد التايب اوف انجل. احنا قلنا التايبز اوف انجل، لو الانجل مقفوله كده على بعض فبتبقى زيرو، الاكيوت الرايت بتبقى 90 فنتعلمها كده ان الرايت 90 على البروتراكتور 90 في النص واقف عدل. طب لو ليس ذان 90 تبقى هنا مين؟ اكيوت. طب لو عدد ال 90 جريتر ذان 90 تبقى مين؟ اوبتوس. طب لو بقيت 180 يبقى ستريت. طب لو جريتر ذان 180 تبقى ريفلكس. طب تعالى كده نشوف، بيقول لك انت لو عندك انجل الميجر بتاعها ب 45 يبقى زين التايب بتاعها هيطلع ايه؟ لو عندي انجل ب 45 ده مثلا يعني كام؟ انا لو جبت البروتراكتور بتاعتي وجيت اتخيل اتخيلها 45، يعني انا مثلا لو عندي السايد اهو ها 45 يعني هنا يعني لسه 90 ما وصلتش ال 90 تبقى هي مين؟ تبقى هي اكيوت. يبقى انا فهمت ان ديت اكيوت. طب لو 180 يعني لو ده كبر لغايه 180 اهو، يعني اهو كبر لغايه 180 تبقى هنا مين؟ مثلا انت قلت لي 180 تبقى مين؟ تبقى ستريت. يبقى هنا هتطلع مين؟ ستريت. يبقى دي ستريت. طب لو 280 يعني جريتر ذان اكبر من نص دايره، جريتر عن 100 تبقى ريفلكس، فده هتطلع ريفلكس. طب لو 150 يعني ما وصلتش للستريت يعني كده ها، يبقى هي مين؟ اوبتيوس. فانا هنا اختار اوبتيوس. طب لو 90 90 بالظبط تبقى رايت، يبقى هنا هتطلع رايت. طب لو 94 اند 10 مينتس الاول، بس الانجلز احنا بنقيسها بالديجري، عندنا بس في حاجات كده قليله لما بنستخدمها عندنا الديجري والاصغر من الديجري زي الساعه بالظبط. عندك في مينت وعندك بعد كده في مين؟ سكند. هي الاور فيها كام مينت؟ 60. فانت ال 60 سكند بيعملوا لك 1 مينت وال 60 مينت يعملوا لك 1 ايه؟ ديجري. فكل 60 طلعت للاكبر منه. فدي 10 ما تعملش حاجه، يفضلوا زي ما هم خلاص. 94 دي تعتبر ايه؟ 94 دي يعني 90 و4 كمان، يبقى هي يعني مين؟ اوبتيوس، فده هتبقى اوبتيوس. طب 89 اند 61
احنا قلنا السي 60 بيعملوا كام 1؟ هتزود ال 1 على ال 89 هتبقى 90 ديجري، 90 ديجري هتبقى هنا 90 ديجري و 1 مينيت. قلنا لو 90 ديجري جاست 90 ديجري تبقى رايت. طب 90 ديجري وحاجه جريتر زي 90 يبقى هنا مين؟ اوبتيوس. طيب احنا اتفقنا ان احنا لو احنا عندنا الانجل مثلا ب 50، فانت عندك في حاجه اسمها الريفلكس انجل. ايه الريفلكس؟ عكسها، عكسها من الجنب الثاني. يعني انا مشيت هنا 50، الريفلكس اللي هي عكسها. مفروض الصم اوف انجل اند اتس ريفلكس الاثنين مع بعض يعملوا لك 360. الانجل والريفلكس بتاعتها من بره الاثنين مع بعض بيعملوا لك سيركل ب 360. فانا لو الانجل ب 50 يبقى الريفلكس اللي بره دي بكام؟ واحنا قلنا الريفلكس لازم تطلع جريتر ذان 180، يعني عمرك ما هتيجي تحسب الريفلكس وتلاقيها للزن 180. فانا الريفلكس هتطلع بكام؟ دي 50 يبقى اللي بره بكام؟ المفروض الاثنين مع بعض 360 ماينس منها 50 يبقى دي ب 310. وقلنا ان هي لازم تطلع جريتر ذان 100 دي، تبقى انت كده صح. طب لو جينا مثلا نشوف، لو انا الانجل دي مثلا ب 70، لو دي ب 70 يبقى الريفلكس اللي بره دي بكام؟ الريفلكس اللي بره دي بكام؟ ما اصل الريفلكس دي من تحت دي كلها 180، دي نص دايره، فيبقى هي كام؟ 360 ماينس منها 70 تطلع بكام؟ 290. فتعالى نشوف، هنلعب لعبه، هيدي لك الانجل وانت هتجيب الريفلكس. لو الانجل ب 135 زين اتس ريفلكس تبقى بكام؟ والله مستر اه هجيب 360 وماينس منها 135 هتطلع 225، وانا اصلا متاكد ان هي هتطلع كام؟ جريتر زين 180. ولو جيت تجمع 5 و 5 10 0 كار اب 1 4 بلس 2 6 وهنا 360 يبقى الاثنين مع بعض 360، فانت كده صح. طب هي لو ب 80 يبقى الريفلكس بكام؟ لو انا عندي انجل ب 80 يبقى الريفلكس عكسها، والله 360 ماينس منها 80 تبقى كام؟ 280. طب انا لو عندي انجل ب 100 يبقى الريفلكس، لو الانجل هنا ب 100 اهو الريفلكس اللي بره 360 ماينس منها 100 تبقى 260. خلاص وحلو. طب الاخيره دي ال 60 دول بيعملوا لك 1 1 بلس 89 يبقى دي كلها ب 90. لو هي ب 90 يبقى الريفلكس ب 270، على طول لازم الريفلكس تبقى جريتر ذان 180. طيب هناخد سام ريليشن بتوين الانجلز، ريليشن بتوين الانجلز زي ما انا ما انت مثلا عندك ريليشنز في حياتك، في علاقات بينك مثلا اللي قاعد جنبي ده بابايا مامتي، اللي قاعد جنبي ده صاحبي ده جدي، نفس الحكايه ده جاري. انا مثلا ريليشن بتويني وبينك، انا مثلا التيتشر بتاعك نفس الحكايه. فانا نفس الفكره، انا الانجلز في بينها وبين بعض في ريليشن. ايه الريليشن بتويني الانجلز؟ عندك 3 ريليشنز. الفيرست ريليشن عندك حاجه اسمها ادجسنت انجلز. ايه هم الادجسنت انجلز؟ الادجسنت انجلز دول ادجسنت يعني جيران. يعني ايه جيران؟ يعني انا عندي مثلا تو انجلز هم، التو انجلز دول بيكونوا جيران. يعني ايه جيران؟ لما اقول لك ده جاري امتى بيكون جاري؟ ها؟ لو انا وهو ساكنين في نفس العماره مثلا، خلاص؟ ولو بينا حيطه كمان، يعني لو بينا حيطه مشتركه خلاص، يبقى تاني لازم نكون ساكنين في نفس العماره. ويا سلام بقى لو هو ايه بينه وبينه حيطه، يعني بينه وبينه حاجه مشتركه، فانا نفس الفكره. امتى التو انجلز تقول عليهم ان هم ادجسنت؟ لايك فور اكزامبل انجل اي بي دي، لو عندك انجل اي بي دي دي وعندك انجل مين؟ دي بي سي، الانجل دي الفتحه دي، امتى التو انجلز دول ار سيت تو بي ادجسنت؟ امتى التو انجلز دول ار سيت تو بي ادجسنت؟ امتى يبقوا ادجسنت؟ والله مستر لو جيت شوف دي من اسمها ودي من اسمها، دي اسمها اي بي دي والثانيه اسمها سي بي دي، الاثنين لهم كومون فيرتكس، نفس الفيرتكس نفس الراس اهو. فانت اول شرط عندك ان لازم الاثنين يكون لهم كومون فيرتكس نفس الراس. ثاني حاجه يكون لهم كومون سايد. يعني ايه كومون سايد؟ يعني يكون لو جيت تبص هتلاقي اي دي ده هنا وعندك هنا مين؟ لو جيت تبص هتلاقي عندك هنا في بي دي وهنا في بي دي، السايد بي دي ده كومون سايد. يعني ايه كومون سايد؟ يعني زي حيطه مشتركه كده، موجوده في الانجل دي وموجوده في الانجل دي. فانا تاني امتى التو انجلز ار سيت تو بي ادجسنت؟ امتى التو انجلز اقول عليهم ان هم ادجسنت؟ والله مستر لما يبقى الاثنين لهم كومن فيرتكس، الاثنين في نفس الفيرتكس. تاني حاجه الاثنين لهم كومن سايد، يعني في سايد مشترك، حيطه مشتركه موجوده في الانجل دي وموجوده في الانجل دي. وكمان التو اذر سايدز، التو سايدز التانيين البعيد عن الكومن سايد، السايد ده والسايد ده، يكون كل واحد فيهم بيبص في جنب، يعني ده اخد جنب وده اخد الجنب التاني.
طيب تاني السكند ريليشن عندي حاجه اسمها كومبلمنتري انجلز. ايه هي الكومبلمنتري انجلز؟ والله كومبلمنتري دي جايه من كلمه كومبليت. كومبليت انا عارف ان هو بيكمل، كومبليت اقول لك كومبليت ذا بيكتشر، كمل البيكتشر، كومبليت ذا كويشن، كمل الكويشن. فانا هنا لما اقول لك كومبليت كمل، طب بكمل ايه؟ يعني انت الاثنين بيكملوا بعض. طب الاثنين بيكملوا بعض بيكملوا كام؟ بيكملوا 90. فانا لما اقول لك ان التو انجلز دور ار كومبلمنتري، يعني ايه؟ يعني الاثنين مع بعض البلس بتاعهم ب 90، لايك الانجل دي والانجل دي، لو جيت عملت لهم بلس دي ب 35 ودي ب 55، الاثنين هيجيبوا له 90، يعني الاثنين يكملوا 90، الاثنين يعملوا له رايت انجل. طيب كل واحده منهم اقول لك انجل ايه كومبلمنت انجل بي، انجل ايه كومبلمنت انجل بي، يعني دي بتكمل دي خلاص. او اقول لك انجل بي كومبلمنت انجل ايه، يعني ايه؟ يعني الاثنين مع بعض دول ب 90، زي مثلا التوام كده، اقول لك حسام توام ابراهيم، وابراهيم توام حسام، كل واحد اسمه توام للتاني. طب تاني بقول لك رايت ذا ميجر اوف انجل ويتش كومبلمنت اتش اوف ذا فولوينج انجلز، انا هدي لك انجل وانت تدي لي الكومبلمنتري بتاعتك. لو عندي انجل ب 60 اللي تكملها 90 كام؟ بالسله كام عشان تبقى 90؟ يبقى السله 30. فانا لو عايز اجيب الكومبلمنت بتاعها كملها ال 90، زودها لغايه 90. طب 45 السله كام عشان تبقى 90؟ اه ال 45 هو ماينس منها 90 يبقى السله 45. طب 37 يبقى للسله كام؟ للسله هنا 3، للسله هنا بقت 40 53. طب لو 90 يبقى الكومبلمنتري بتاعتها بكام؟ بزيرو. فدي الكومبلمنتري انجلز، ان الاثنين البلس بتاعهم بكام؟ ب 90. طيب تلاحظ ايه؟ الاحظ ان التو انجلز على طول بيبقوا اكيوت، لو واحده فيهم اكيوت يبقى الثانيه اكيوت، طب لو واحده فيهم رايت يبقى الثانيه هتبقى ايه؟ زيرو. فيجي يقول لك اذا اكيوت انجل كومبلمنت اكيوت انجل، الاكيوت بتعمل كومبلمنت للاكيوت، بتكمل الاكيوت. طيب الرايت انجل كومبلمنت مين؟ زيرو انجلز. يعني انا لو انا عندي هنا رايت انجل يبقى الكومبلمنت اللي هتزودها ال 90 كام؟ مش محتاجه حاجه، تبقى زيرو. طب لو زيرو انجل يبقى الكومبلمنت بتاعها 90. طيب بعد كده اخر حاجه هناخدها عشان نخلص، حاجه اسمها سبلمنتري انجلز. هي السبلمنتري انجلز، سبلمنتري انجلز بيبقى التو انجلز البلس بتاعهم الصم بتاعهم ها ب 180. وافتكرها ان السبلمنتري، افتكر الاس كده بمين؟ بال 8. يبقى السبلمنتري انجلز التو انجلز الصم بتاعهم ب 180 لايك 37 اند 143، لو عملت لهم بلس هيطلعوا 180، وكل واحده منهم اسمها سبلمنت الثانيه. فهنا بقول لك رايت ذا ميجر اوف ذا انجل ويتش سبلمنت اتش اوف ذا فولوينج انجلز، لو انا عندي انجل ب 90 يبقى السبلمنت بتاعتها كام؟ سبلمنت يبقى ب 180، سبلاي بمدها كملها لغايه 180، 90 للساله كام؟ للساله 90. طب هنا ال 10 للساله كام؟ هزود عليها كام؟ 170. طب ال 170 للساله كام؟ هنا لسه 3 وبعد كده هنا 63 عشان تبقى كام؟ 180. طب لو الانجل دي انا عارف اصلا ان ال 60 مينت دي بكام؟ ب 1 1 1 تبقى 142، يبقى دي كلها كان في 142. لسه لها كام؟ اكتبها لي تحت في الكومنت عشان اكملها ال 180. طيب ايه اللي انا الاحظه؟ الاحظ ان انا لو انا عندي اكيوت سبلمنت، الاكيوت سبلمنت بكام؟ عايزه كام؟ عايزه اوبتيوس، اوبتيوس انجل. طب والرايت سبلمنت الرايت، الرايت بتكملها رايت عشان تبقى مين؟ 180. طب لو هي اوبتيوس يبقى سبلمنت الاكيوت، وغالبا بتبقى واحده اوبتيوس واللي جنبها اكيوت. طيب بكده يعتبر الليسون بتاعنا انتهى، لسنا بس حاجات بسيطه كده فور ايتش اوف ذا فولوينج انجلز عشان هتفيدنا ان شاء الله في اللي جاي. اجمد كده عشان الجيومتري اسهل حاجه يعني تجمع منها درجات، يعني ضحك عليك اللي قال لك ان الجيومتري دي صعبه، لا الجيومتري دي اسهل حاجه ان انا اجمع منها درجات بس تشغل عقلك. بقول لك هنا فور ايتش اوف ذا فولوينج انجلز رايت ذا كلوزست ميجر فور ذا فولو، والله جايب لك 3 انجلز هتقول لي بس تتوقع الميجر بتاعها بكام. فهنا تتوقع مين اللي فضل تطلع 80 ومين اللي فضل تطلع 120 ومين اللي فضل تطلع 240. واحده واحده كده، هي اكبر واحده مين؟ 240. 240 دي يعني كام؟ يعني ريفلكس، يعني اكتر من نص دايره. طب انت بتقيس منين؟ والله بيديني سايد واشوفها قيس منين. فانت لو جيت شوف هنا مين الفتحه اللي اكتر من نص دايره، خلي بالك هو بيقول لك من اول هنا لهنا الفتحه دي، طب ما دي باينه ان هي اكتر من نص دايره، نص دايره تحت اهو، ده اكتر من نص دايره، يبقى هي دي اللي 240. طب هنا الفتحه من هنا لهنا، دي من هنا لهنا ايه؟ لو جيت شوف هنا لو واقف عدل، لو السايد ده واقف عدل هتبقى مين؟ اه لو ده واقف عدل هتبقى رايت، بس ده مستر ما وقفش عدل، ده نايم عليه، نزل عليه.
فتبقى دي اكيوت. مين اللي في دول اكيوت؟ الايتي. يبقى دي هي الايتي، يبقى هنا دي الايتي. بعد كده ها دي هنا مين؟ ده هنا اكيد ده جريتر زون 90 اكتر من 90 بحاجه بسيطه، يبقى هي دي كامل 120. طب هنا بقول لك ان اتش اوف ذا فولونج فيجرز، في كل فيجر من دول اف بي اي بيربندكولار على بي سي، الري ده بيربندكولار. خلي بالك العلامه دي احنا خدناها قبل كده في ابتدائي، يعني ايه بيربندكولار؟ اهو تستفاد ايه؟ خلي بالك في المسائل ديت هو بيديك معلومه والمعلومه بتستفاد منها، زي كان بلعب لعبه. لما تيجي تلعب لعبه بيدي لك جيفن، بيدي لك هدايا. شطرت ان انا ما استخدمش الهدايا على طول، اعرف امتى استخدم الهديه بتاعتي. لو استخدمت الهديه صح انت بتحل اللعبه، بتعدي البيت من غير ما بتبقى حافظه. والله بستخدم اللعبه صح بتلاقي ربنا وفقك وعدت. انا نفس الحكايه، والله اجيب لك هديه لو استخدمتها صح خلاص. ايه الهديه اللي هو اداها لي؟ بيقول لي بي ايه بربندكولار على بي سي. ايه اللي تستفاده لما يبقى بربندكولار؟ بربندكولار بربندكولار يعني واقف عدل، يعني حاجه واقف على حاجه عدل، يعني عامل انجل ب 90. فانا استفاد ان ده اهو بربندكولار على ده، فاستفاد ان الانجل دي كلها ب 90. تمام. بعد كده اداني ان الانجل اللي فوق دي، الفتحه اللي فوق دي ب 65، يبقى اللي تحت بكام؟ طب ما دي سهل 65 90 لما اشيل منها ال 65 اللي فوق يبقى لسه كام؟ ها؟ يبقى لسه 90 ماينس 65 على الكالكوليتر هتطلع 25، يبقى دي تطلع بكام؟ ب 25. يبقى الانجل اللي تحت ب 25. وخلي بالك انا لو عايز اقول له الانجل اللي تحت، الفتحه اللي تحت، الفتحه اللي تحت دي بتتقرا ازاي؟ لو جيت ترسم الانجل اهي هتلاقي هنا مكتوب A وهنا B وهنا D. الانجل يا اما تقراها بال 3 فيرتسيز بتوعها، ثلاث نقط بتوعها، تقراها بالنقطه اللي في النص. فانا ممكن اقول له انجل B، بس انهي B؟ اللي تحت ولا اللي فوق ولا B كلها؟ انا مثلا لو انا في الفصل وعندي كذا محمد، فتلاقي المستر يقول له محمد احمد، محمد علي، محمد ابراهيم، يحدد. فانا عندي بي تحت وبي فوق وبي كلها، فانا لازم احدد. فانهي بي؟ فحدد بقى بالثري ليترز، فاقول له انجل اي بي دي، فاكتبها كده انجل، علامه الانجل اي بي دي، اي بي دي، فيبقى فاهم اهو عايز اللي تحت. طيب تعالى مستر، هو قال لي ان ده بيربندكولار على عندي كلها ب 90. تمام، ده اول هديه. طب وبعد كده اداني الستارز دي، بيقول لي الانجل دي ايكوال الانجل دي ايكوال الانجل دي. طب ما انا عارف اصلا ان الثري انجلز دول بكام؟ ب 90، ويبقى عندي 3 ستارز الثلاثه ايكوال، يبقى كل ستار من دول بكام؟ ها؟ يبقى كل واحده من دول هعمل ديفايد على 3 لان هم ايكوال، يبقى دي ب 30 ودي ب 30 ودي ب 30. طب هو بيسال على مين؟ بيسال على دي بي سي، بيسال على دول. طب ما دول اتنين مع بعض يبقى ب 60، يبقى هي الانجل بكام؟ ب 60. برافو عليك. طب هنا انا مستر برضو والله عارف ان ده اهو بربندكولار على ده، يبقى دي كلها ب 90 لان هو اللي قال لي. خلاص، لو اللي فوق دي ب 40، الانجل اللي فوق دي ب 40، يبقى لما اشيل كانسل ال 40 اللي فوق يتبقى معاك كام؟ يبقى الحتتين دول ب 50. طب هما الاثنين ايكوال لان مديك نفس الساين، نفس العلامه، نفس الستار، يبقى دي ب 25 ودي ب 25. طب هو عايز مين؟ عايز A B F، عايز اللي تحت دي ب 25. برافو عليك. طب هنا تعال ناخد فكره ثانيه، بقول لك at the in each of the following figures if C belong للستريت لاين AB. اهو ده اهم حاجه عندك، وركز في ده عشان هتجيلك كتير. لما يجيب لك بربندكولار فانت تفهم ان الانجل ب 90 واقف عدل. طب بيقول لي عندي بوينت موجوده في الستريت لاين، ده ستريت لاين اسمه اي بي، والبوينت ده عليه، تفهم ايه؟ ها والله سامعك، تفهم ايه؟ اها ستريت لاين. ايه اللي تفهمه لما دي ستريت لاين؟ ستريت لاين تفهم ايه؟ افهم ان الانجل دي كلها ب 180. ده اللي انا عايزه منك، لو دي كلها ب 180 واخد منهم دي 66 يبقى لسه لي كام؟ ها؟ يبقى دي اصلا دي منظرها اوبتيوس، يعني اكيد جريتر ذان 90. فال 180 ماينس منها ال 66 اللي ورا دول واشوف هيطلع كام. فبقول لك ميجر انجل اي سي دي ده اهي، شوف هتطلع كام واكتبها لي تحت في الكومنت. والله تمام، برافو عليك. طب هنا انا عارف ان السي بلونج للاي بي، يبقى دي كلها ب 180. اخد منهم كام؟ اخد منهم 40. الانجل على جنب اي سي دي ب 40، وعندك دي دي سي اي دي ب 90، يبقى دول مع بعض كام؟ 130 اوبتيوس. يبقى دي بكام؟ ها بقيتهم اي سي بي ده اهي، هقول له 180 ماينس كام؟ ال 40 وال 90، تطلع بكام يا مستر؟ تطلع ب 50 ديجري. طيب بعد كده بيقول لك
ايه اللي عندك؟ ميجر انجل ايه سيدي عايز دي؟ طب انا ايه اللي عندي؟ عندي دي 50 ودي ستار ودي ستار، يبقى دي 50 50 و50 كام؟ 100. لو هم كلهم ب 100 ديت يبقى لسه 80. برافو عليك. طب هنا ان اتش اوف ذا فولوينج فيجرز، هناخد فكره جديده، بقول لك ستيت حدد، عايزك تعمل ديترمن اف سي اي اند سي بي، الري ده والري ده ار اون ذا سيم ستريت لاين، هل الاثنين دول على نفس الستريت لاين؟ ده وده، هل الاثنين على نفس الستريت لاين؟ وامتى الاثنين دول يعني يطلعوا عاملين ستريت لاين، نفس الستريت لاين؟ لو عاملين ستريت انجل، لو الانجل بينهم ب 180، فانا عامل بلس الانجل دي والانجل دي، لو طلعوا 180 خلاص يبقى ده ايه؟ الاثنين دول اون ذا سيم ستريت لاين، يبقى السي اي اند سي بي ار اون ذا سيم ستريت لاين. تاني هتكتب له الكلام ده ازاي؟ والله هكتب له اللي عندي. هو ايه اللي عندك؟ ها؟ ايه اللي عندي؟ اسم الانجل دي، الانجل اللي على الشمال دي اسمها ايه؟ خد الحروف بتاعتها اهو، دي سي بي، فانا اقول له انجل دي سي بي، اقول له ميجر، بدل كلمه ميجر احط ام، بكام؟ ب 66، يبقى الانجل على الشمال اللي هي دي سي بي ب 66. طب واللي على اليمين دي اللي هي دي اسمها ايه؟ دي سي ايه، واقول له كوما، وكمان انجل دي سي اي الميجر بتاعها قياسها بكام؟ 114. انت اللي اديني المعلومتين دول. طب ايه اللي انا استفاده؟ ان لو جمعت 114 بلس 66 هشوف هيطلع كام؟ هيطلع 180. خلاص؟ يبقى اقول له ميجر الانجل دي بلس ميجر الانجل دي الاثنين ب 180، يبقى اقوم كاتب له الكلام ده. هقول له يبقى زين السي اي والسي بي الري ده والري ده ار اون ذا سيم ستريت لاين، على نفس الستريت لاين. خلاص؟ ما لان الانجل دي والانجل دي ب 180، يبقى هم على نفس الستريت لاين قصاد بعض، الاثنين على نفس الخط. طب هنا هتكتب له الكلام ده، هتقول له اول انجل اي سي بي، هتقول له انجل اي سي بي ايكوال كام؟ دي ب 39. طب وكوما، وكمان عندي مين الانجل اللي في النص دي اسمها ايه؟ اي سي دي، انجل اي سي دي بكام؟ ب 85، واقول له ميجر، وهنا ميجر، حط على دي ديجري ودي ديجري، والثالثه اهو اسمها ايه؟ اي سي دي، اقول له انجل اي سي دي الميجر بتاعها قياسها على بكام بالمنقله؟ ب 58. انت اللي مديني الكلام ده، هتعمل لهم بلس الثلاثه، لو طلعوا ب 180 تقول له ان الري بي سي بي والري سي اي اون ذا سيم ستريت لاين، هتقول له هيطلعوا ولا لا؟ يس اور نو. طب هنا الفكره دي، والله دي ب 60 يبقى دي ب 60 يبقى دي ب 60، هتجمع الثلاثه هيطلعوا 180، يبقى ده وده اون ذا سيم. طب تعالى نشوف اسئله اللي تشوز، بيقول لك بتوين ان تو ديستينكت بوينتس، والله مستر سيبك من كلمه ديستينكت لو انت مش عارفها، بتوين ان تو فيكسد بوينت، لو انت عندك اي تو بوينت، بيقول لك وي كان درو، تقدر ترسم كام ستريت لاين باسنج ثرو زم، تقدر ترسم كام ستريت لاين بيعدي على الاثنين دول؟ والله ما اقدرش ارسم الا واحد بس عدي على الاثنين دول، لكن انا لو جيت ارسم مثلا هنا ده لازم واحد بس يعدي على ده، لكن ما ينفعش يعدي على حاجه ثانيه، ما ينفعش مثلا واحد يجي من حته ثانيه يعدي على الاثنين، فهو هنا كام؟ 1، فهتطلع 1، ده لاين وده ري، تختار علامة ايه؟ مين الكبير؟ ها؟ والله اللاين ده اللاين، اللاين ايه علاقته بالري؟ الري هتلاقي ان اللاين سبست من الري، جزء منه، طب هختار هنا يبقى هو جزء منه، يبقى ده غلط ودي غلط موجود فيه، بس اللاين بيبقى كذا بوينت، يعني عبارة عن مجموعة من البوينت، فأنا هنا اختار علامة ايه؟ سبست. طب هنا ميجر انجل ايه بلس ميجر انجل بي الاثنين ب 180، استنى لو انا عندي تو انجلز الصم بتاعهم ب 180، فانت تستفاد ايه؟ ان الاثنين سبلمنتري، يبقى هم ار ايه، يبقى انجل ايه اند انجل بي ار ايه، ار سبلمنتري، يبقى انا اختار سبلمنتري. طيب قلنا سبلمنتري افتكرها بمين؟ بالايت. طب ده بيربندكولار على ده، بيربندكولار يعني ايه؟ واقف عليه عدل، يعني هيعمل ايه؟ 90، يبقى انجل اي بي سي، استنى كده، هو مين الاثنين دول البي هي الكومن، ده بي اي وده بي سي، زين انجل اي بي سي الانجل دي بكام؟ ب 90. طب هنا اف ميجر انجل اي سبلمنت انجل بي وانجل اي سبلمنت انجل سي، زين انجل بي اند انجل سي ار الاي سبلمنت البي والاي سبلمنت السي، زين البي والسي ار اي، يعني نتخيل كده مثلا ان انت عندك الاي ب 50 والبي بكام؟ يبقى البي ب 130. طب انا هنا الاي برضه ب 50 لان هي نفس الاي،
يبقى السي بكام برضه ب 130. فانت تستفاد ايه؟ استفاد ان انجل بي اند انجل سي ار ايه؟ ار ايكوال انجلز ايكوال ان ميجر، فالاثنين قد بعض. ها؟ لما اقول لك الفلوس اللي معايا انا وبابايا الاثنين معانا 180، والفلوس اللي معايا انا ومامتي احنا الاثنين معانا 180، يبقى الفلوس اللي مع بابايا نفس الفلوس اللي مع مامتي. يا بابايا ومامتي الاثنين ايكوال. طب هنا اف انجل اكس ب 15 زين ذا تو انجلز ووز ميجر وز ميجر ذا ار تو ميجر انجل اكس وفور ميجر انجل اكس. والله لو الاكس دي ب 15 فانا لو الاكس حطيت مكانها 15 اكررها مرتين تبقى 30، وهنا الاكس ب 15 ال 15 اكررها 4 تايمز 15 تبقى ب 60، يبقى التو انجلز دول ار ايه بلس بتاعهم ب 90 يبقى هم ار كومبلمنتري، عمرهم ما يطلعوا ايكوال. طب هنا ميجر انجل ايه وميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل بي، الاي ايكوال بي وانجل ايه سبلمنت البي زين ميجر انجل بي. سبلمنت يعني ايه؟ يعني الاثنين ب 180. طب والاثنين ايكوال تو انجلز دول ار ايكوال، يبقى كل واحده فيهم بكام؟ ب 90، فهتطلع بكام؟ ب 90. طب هنا ذا انجل اوف ميجر اكس كومبلمنت ذا انجل اوف ميجر، ها لو عندي انجل الميجر بتاعها اكس كومبلمنت يعني لسه لها كام عشان تكمل 90، اللي جنبها دي هتبقى كام؟ طب ما هي كلها 90 ودي اكس يبقى دي كام؟ 90 ماينس اكس، فهتطلع هنا 90 ماينس اكس. ولو عايز تتاكد لو دي 40 يبقى دي كام؟ 90 ماينس 40 تبقى 50. طب هنا اف ميجر انجل ايه بلس ريفلكس اوف ميجر انجل ايه، الانجل والريفلكس بتاعتها يعني انا عندي انجل والريفلكس عكسها الاثنين مع بعض، ما انا عارف ان هم ب 360، مين اللي يجيب لك 360؟ ها هتختار 1 رايت انجل ولا 2 رايت انجل ولا 3 ولا 4؟ هختار هنا 4 4 رايت انجل عشان يبقوا 360. طب هنا بيقول لك في ميجر انجل اكس ايكوال تو ميجر انجل واي، تمام كويس دي ايكوال دي مرتين قد دي مرتين يعني دي هاف دي، فبقول لك اند ميجر انجل واي اند انجل واي از ان اوبتيوس انجل زين انجل اكس. والله مثلا هي الواي اوبتيوس يعني مثلا وليكن 100، فانا لو كنسلت الواي وحطيت مكانها 100 ال 100 ده كررها مرتين زين الاكس ايكوال تو 100، فالاكس هنا هتطلع ايه؟ هتطلع ريفلكس، فهنا هتطلع ايه؟ ريفلكس. بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.